تشكيلة لنادي الرجاء، ولكن تشكيلة الوداد الذي يبدو الآن في الجهة اليسرى من الشاشة بألوانه الحمراء التقليدية. أحمد تكنوا عاشقة الرجاء حاضرة في المدرجات الآن، كرة تلعب عالية وللأمام أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي، جول، جول الرجاء الحداد، 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 الوداد يتقدم، هدف ودادي يشعل كازا، هدف ودادي يشعل كازا، والحداد هو رجل، رجل الفرحة الودادية. هذه الكرة، الكرة اللي فيها مرور وخطأ كبير، خطأ كبير من بدر بانون، أيوب الكعبي إلى الزميل إلى إسماعيل الحداد، والهدف الأول يسجل، والهدف الأول يسجل للوداد. الوداد يتقدم، الوداد يشعلها، وكما ذكرت الوداد كان يفكر في المرتدات، وهذا ما جعل هذه العاشقة للرجاء. الآن هذا اللاعب الحاضر بصورة جيدة أشرف داري، بينما انطلاقة هنا في الجهة اليمنى محسن متولي، طبعا عندما يغيب لا شك يتأثر فريق. هذه خطيرة، فرصة، الله الله الله، تألق كبير من تكنواتي الله الله، أشعل الدربي، أشعل الدربي، الرجاء يعود، فابريس نجوم، الرجاء يعود، الرجاء يعود بقذيفة لا تصاد ولا تراد، وبقذيفة أشعلت المدرجات في شبه من إيتو، بالمناسبة على وزن، على مستوى الوجه، على مستوى الوجه شيء من إيتو، لكن الكرة الماضية القوية اللي كانت في مقتل يذهب لمدرب كارتيرون. هذا محسن متولي، كنت أقول عندما يغيب يتأثر في المرة الأولى، في المرة الثانية بعد ذلك، هنا في المرة الثانية يا لها من قذيفة، يا لها من قذيفة، ويا لها من كرة قوية لا تصد إطلاقا، يسجل هنا ويتقدم فريق طبعا الرجاء، يعادل، الرجاء يعادل، والفرنسي يتنفس الصعداء، والمدرجات، عطني المدرجات الآن، عطني المدرج يا مخرج المباراة، لا تفوتك اللقطة.